كان يا ما كان. كان ايه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ كريم معايا. يا باشا احنا عارفين عمرك ان انت فنان قد الدنيا. والله حبيب قلبي والله حبيبي. ده شرف ليا وشرف هو في حد ليا. معاك بره؟ ده مين تعال ده؟ حبيبي. سالفولا غالي. سالفولا يا عمهم عامل ايه؟ بقول لك احنا عايزينك تكتشفني. اكتشفك؟ بص انا يا فنان. بص يا نجم، انت وهو انت عامل حاله. الحمد لله. حبيب قلبي عامل ايه؟ الله يخليك. انت دلوقتي عايزنا نكتشفك صح؟ بص يا ابن عمي، دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بصورك وبعمل فيديو معاك، تمام؟ انا ما بكتشفش حد الحمد لله، يعني الحمد اللي لله. بكتشف الناس الجماهير اللي بتبقى ايوه عندي يا على باشا. الصفحه. ايوه يا واخد باشا. بالك؟ صوتك حلو، الناس هتقول عليك صوتك حلو. خلاص صوتك ماشي. عفش هيضربوك بالجزمه. مؤاخذه انا ماشي اسف برضك اللي انا بقوله يعني. ماشي. واخد بالك؟ والنجم مين بقى؟ ابن اختي بس برضك جدع. حبيب قلبي يا نجم، قول بقى، عايزين تعملوا ايه بقى؟ عايزين نغني كده أغنية حلوة كده. سمع الجمهور يا حاج، يلا. نغني لهم أغنية إيه؟ والله أنت حافظ إيه اللي حافظه؟ حافظه أوضه. إيه ده، مين الأبيض ده؟ زيكو؟ سالفولا زيكو. لا شغال شغال. يا حاج زيكو، يلا قول يا حاج. نغني لهم إيه؟ وحدي في حب ناس. وحدي في حب ناس. وحدي في حب ناس حلوين بدل اللي راح. الله. قلبي اللي كان طاير فيهم كسروا جناح. ولا خلاص يا عم الحاج. الله عليكم. بص بقى، انا بص زي ما قلت لكم كده، انا ما اقدرش احكم على حاجه. انا صوتك كويس تمام، والمطبل كمان هايل جدا يعني من الاخر، لكن انا ما اقدرش اقول لك احكم على صوتك اللي غير الناس هي اللي تحكم على الصوت. ونقول احنا مسا على الناس الكويسه. الناس المحترمه كل ان شاء الله الفيديو ده هيطلع ترند وهيطلع هيخرب الدنيا ان شاء الله. يلا سلام يا رجاله. ايوه.